معنا من الانبار هاتفيا دكتور عبد القادر محمد منسق العام لمنظمة أم القرى. مرحبا بكم دكتور، لو تحدثنا عن تفاصيل حملتكم الأخيرة في عملية الفلوجة. نعم، شكرا جزيلا. حقيقة هذه هي المرحلة الثانية من تقديم المنح المالية عشية عيد الأضحى المبارك، وبعد المرحلة الأولى التي نفذتها المنظمة في مخيمات الحبانية، جاءت هذه المرحلة أو الحملة في المرحلة الثانية لتقدم المنح المالية على 450 عائلة من العوائل ومن أطفال الأيتام ومن الأرامل في مخيمات عملية الفلوجة. وتمت هذه الحملة بالتعاون مع رابطة أئمة وخطباء بغداد، مشكورة على تقديم هذا الجهد والتعاون مع المنظمة، وهذه ليست المرة الأولى حقيقة للتعاون في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية. وهذا المخيمات هذه في عملية الفلوجة يعني بحاجة ماسة مزيد من الدعم حقيقة، وهم يعني المنظمة مستمرة معهم في الوقوف على حاجاتهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم. ولنا إن شاء الله هناك مرحلة قادمة خلال الأيام القادمة أو أيام العيد لتقديم هذه المساعدات المنح المالية على هؤلاء الأطفال الأيتام والأرامل والمحتاجين في هذه المخيمات. شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر محمد منسق العام لمنظمة أم القرى.